يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إطلاق اسم الخوارج على هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات في هذه البلاد، علما بأن بعضهم لا يكفر بالكبيرة؟ هذا أقل شيء، وصفهم بالخوارج أقل شيء. أما إن كانوا يستبيحون هذا الشيء هم كفار، أما إن كانوا ما يستبيحونه يظنون أنه لهم أجر وأنه جهاد في سبيل الله فهم ضلال، ومذهبهم مذهب الخوارج، حكمهم حكم الخوارج. أما إن استحلوه فهم كفار بلا شك. نعم.